السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محسن بوعلي عاد إليكم من جديد بعد غياب طويل. ولم تسمح على التأخر، يعني شحال من نزلت فيديو ونزولا عن طلب مجموعة من الطلبة اللي كيصيفطوا لي ميساج وكذا. قررت أنني نعمل معكم واحد الفيديو خفيف ظريف اليوم اللي غادي يكون بداية السلسلة ديال الفيديوهات ديال هذا العام إن شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها هي غادي نقول لكم الكونكور ديال 2021. دونك الكونكور ديال 2021 هو ديال العام اللي فات. دونك تقدروا تسولوا الطلبه اللي دوزوا العام اللي فات راه فاش سال الكونكور. بليزيور ميساج وصلوني انه يعني بزاف ديال لي زيكزيرسيس اللي تريديناهم في لي فيديو اللي عندنا في اليوتيوب لقاوهم اكزاكتومون هما ولا فحالهم تقريبا في الكونكور. دونك غادي نبداو بديك لي كيسيون اللي تعاودوا، غادي ندوزو عليهم دغيا باش نشوفوا لا ميثود اللي كيتخدموا بهم. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي كيسيون سعود. دونك كيسيون سعود من الكونكور ديال 2021. ديك الساعه غادي نحط لكم اللين ديال اللي غتلقاو في الكونكور ديال 2021 كامل في الديسكريبسيون ان شاء الله. دونك غنبداو مع لا كيسيون الاولى. دونك كيما كاينه في فيديو 6 على 7 من البلاي ليست اللي درت العام اللي فات، دونك كانت تما واحد الكيسيون على لي روبيني. دونك روبيني كيفاش كيتعمر. دونك فحال العام اللي فات تقريبا تقدروا ترجعوا تشوفوا الفيديو ديال العام اللي فات 6 على 7. دونك قلهم تما عندكم واحد الباسان، دونك واحد الحوض، دونك فيه تروا روبيني. دونك الروبيني الاول اللي سماوه ا قالك كيعمر. دونك غادي نديرو السمايلة. دونك كيعمرنا هاد الباسان هذا في 6 دقائق، دونك 6 مينوت. وقال لك هنايا كاين واحد الروبيني على الشمال عاوتاني طق طق اسمه بي كيعمر حتى هو، كيعمرنا الباسان في 4 مينوت. دونك 4 مينوت. وعندنا واحد الروبيني من تحت اللي سماوه سي، قال لك كيخوي لنا الباسان تقريبا في 12 دقائق، دونك 12 مينوت. دونك الماء كيكون فحال هذا تقريبا. دونك لا كاستيون هي au bout de quelle durée a dit qu'on a un bassin plein, donc 100% du bassin plein. Donc tu peux te voir la méthode sur la vidéo de l'âme les fait tu te fais appliquer ou tu mets l'exemple de l'âme, sinon a dit je vous le corrige. Donc qui m'a sorti comme l'âme les fait كن خلي زعما كل كنتريتي ابار. دونك اول حاجه كنيكليجي لي دو روبيني وكنخدم بواحد صافي. دونك غادي نحيد هاد جوج فلول، غادي نخدم بامورا، غادي نحيد ا و سي وغادي نخدم بي مورا، غادي نحيدهم بجوج وغادي نخدم بس صافي. دونك نبدا بالكار الاول هو فاش غادي نكليجي كلشي، غادي نخدم ا صافي. دونك فاش غنخدم ا شنو كاين عندي سيتوياسيون؟ دونك انا عندي دونك 100% ولا واحد، يعني بلا ما تقدر تدخلوا دوك بورسون، تقدروا تلفوا وتنسى ما تقسم على 100 اكسيتيرا. دونك واحد واحد هي لا توتاليتي ديال هاد الباسان هذا، يعني كامل عامر. دونك فوقاش كتكون عندي هاد السيناريو هذا؟ فاش كتكون كدوز 6 دقائق، دونك 6 مينوت. دونك انا غادي نشوف بار اونيتي، غادي نشوف دقيقة واحدة شنو كيوقع في الطوطاليتي ديال الكيف. ديك الساعة غادي نابليكيها على 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 داكشي. مثلا انا شفت في دقيقة كيعمر لي مثلا غي 20%، دونك غادي نضربها في 5، في 5 دقائق كيعمر لي 100% صافي. دونك هذا هو اللوجيك ساهل. دونك غادي نشوف انا في دقيقة شحال غادي يعمر لي. دونك تو سامبلومون غولاسيون ديال دروا، دونك كيعمر لي 1/6. دونك 1/6 كتعمر لي في دقيقة نفس اللوجيك بالنسبة للبي. دونك غي عمر لي هو دونك هنا 4 دقايق، دونك في دقيقة غادي يعمر لي 1/4، 1/4 ديال التوتاليتي، دونك هي 25%. بالنسبة للسي في نفس الشي، دونك 12 دقيقة، دونك غيخوي، دونك موان غيخوي 1/12.
صافي هي لا كيسيون تحلت بكل بساطة. دونك الناس اللي كانوا مفرجين في الفيديو ديال العام اللي فات فاش دخلوا على هاد الكيسيون ولقاوها في الكونكور دونك ما لقاو معاها حتى شي صعوبة دونك خرجوها ديريكتوم. دونك كنجي لتحت كنكتب واحد السطر صغير قبل ما نلقى السوليسيون دونك واحد على ستة يعني في دقيقة شنا كيوقع زائد واحد على أربعة دونك بجوج بيهم تزادو وغادي نقص واحد على 12 من لا توتاليتي ديال ديك الباصة دونك شحال كيساوي. دونك كنعمل هنا مقام واحد هو 12 خصكم تتعلموا تحسبوا بيداكم بلا كالكولاتريس. دونك هادي تربط نضربها في جوج هادي غادي نضربها في ثلاثة وهادي غتبقى هي هادي دونك كتساوي لي هنايا 4 4 على 12 كنختزل كتبقى لي واحد على 3 صافي. دونك واحد في واحد مينوت كيعمر لي انا واحد على 3 ديال الباسان دونك تولوت. دونك بكل بساطه كيعمر لي واحد يعني الباسان كامل وبو ديال 3 مينوت. دونك 3 مينوت هادي هي لا بون ريبونس هي لا الشوا نيميرو دي. دونك في دقيقه تقدر تخرج لنا الكود. دونك ندوزو لا كيسيون الثانيه في الفيديو هذا ان شاء الله اللي هي الكيسيون الرابعه ديال ميم كونكور ديال 2021. دونك قررت انني نجمع لي بروبليماتيك ولا المسائل في فيديو واحد مورا ندوزو لحاجه اخرى في فيديو اخر ان شاء الله. دونك هنا كيسيون الرابعه كتقول قالك اكس بيرسون لا واحد السوم ديال الفلوس اللي هي اكس ما عرفناش درهم قالك بارطاجي اونتر 4 بيرسون دو تيل سورت ابري قالك لا بروميير بيرسون يعني فاش خديت لا بروميير بيرسون شاكين غوسوا دي درهم دو بلوس كو لا بريسيدون. دونك فاش عطيت الاول مورا عطيت الثاني عطيت له 10 درهم زايد على الاول والثاني عطيت الثالث عطيت له 10 درهم زايد على الثاني وهي ماشي. دونك قالك شحال خدات لا بيرسون الاولى اون فونكسيون ديال ديك اكس. دونك عندي ديما كما كنوصيكم بلا شيما. دونك اول حاجه تبدا بها شاك بروبليماتيك هي الشيما. دونك عندي اكس درهم بارطاجي انتر 4 بيرسون الاولى الثانيه هاي الثالثه هادي الرابعه صافي. دونك هادي غادي نسميها بي غادي نسميها بي بلس 1 لا بيرسون بي بلس 1 بالثانية هادو غير نوطاسيون صافي كل واحد يسمي كيما بغا. دونك هادي نسميها بي بلس 2 وهادي غادي نسميها بي بلس 3 صافي. دونك هادي بيرسون الاولى الثانية الثالثة الرابعة. دونك هادي خدات واحد الصوم اللي غادي يسميوها ايكغيك باش متخلطناش مع هاد اكس هادي. دونك هادي خدات هاد لاصوم هادي اللي هي ايكغيك وزيد عليها 10 درهم صافي. دونك لا بيرسون الثانيه شحال خدات هاد الصوم هادي ماشي هادي هاد الصوم هادي زائد 10 درهم. دونك هي ايكغيك بلس 10 عاوتاني بلس 10 اخرى هي ايكغيك باش نسامبليفي زائد يعني ايكغيك زائد 10 وزائد 10 عاوتاني هي ايكغيك زائد 20 وانا نفس اللوجيك هادي غادي نزيد عليها 10 دونك هي ايكغيك زائد 30 صافي. دونك الصوم ديالهم هادو كامل خاص يعطيني اكس. دونك انا اكس كتساوي لي دونك اجمع ايكغيك مع بعض يسمي 4 ايكغيك زائد هنا عندي 10 و 20 هي 30 و 30 هي 6 صافي الخوت. دونك انا هادشي كامل كتساوي ايكغيك. دونك ايكغيك كتساوي عملية حسابية بسيطة غندي السلة هنا ونقسم على 4 دونك هي اكس ناقص 60 ديفيزي باغ 4 هادي هي الريزولتا لي كنقلبو عليها هو لو شوا دي. هانتوما الخوت باش تعرفو بأن زعما الكونكور مكتكونش فيه شي حاجة معجزة دونك هاهوما دو كيسيون لي فاتو يعني يوسيفي أنك تكون عارف غير لي باز ديال الماب غاتخرجو. ندوزو لكيسيون 8 في نفس الكونكور حتى هي تسريطات في الفيديوهات السابقة ولكن بطريقة غير مباشرة هي كتهضر اون جينيرال على لي بورسونتاج. دونك نقرا عليكم لي نونسي. قال لك سيدي ان ميلونج دو جي واحد التخليطة ديال العصير قال لك اي كومبوزي دو ان ليتر ديال واحد الجو اكس
و 1.5 لتر ديال إكغيك. دونك غادي نعمل لكم السيما كالعادة. دونك أول حاجة تبدا بها هي السيما صافي. دونك عندك واحد الميلونج مثلا سميه الزب. دونك نكون جوج ديال الحاجات في 1 لتر ديال إكس ديال واحد العصير إكس وفي 1.5 لتر ديال إكغيك. قال لك اسيدي دون لاكيل il y a respectivement 25% de x pur ou 35% de y pur. قال لك quel est le pourcentage de jus pur dans le mélange. Ça va donc عندك واحد الميلونج 7 في جوج ديال العواصر خلطتهم ولكن دابا انا في الاخر خصني نلقى البورسونتاج ديال العصير لي بيغ صافي. دونك هاد 1 لتر هادي ماشي كامله بيغ اي 25% منها. دونك 20 هاد 1 لتر فيه غير 25% اللي هو بيغ وهذا فيه 35% لي بيغ صافي. دونك اول حاجه غادي زعما اللي خصني نكون عارفه باش نخرج هادشي هما لي بورسونتاج خصني نعرف كيفاش نتعامل معاهم والحساب صافي باش تسالي بالزربه وما تخطاش في نفس الوقت صافي. دونك نبداو على بركه الله. دونك انايا هاد السيت هادي اول حاجه غادي نعمل هو غادي نشوف شحال الفوليوم ديالها حيت دابا انا خصني واحد البورسونتاج من السيت. دونك خصني ضروري نكون كنعرف انا بعدا الفوليوم ديال السيت الحجم ديالو. دونك سهل انا عندي 1 لتر و 1.5 دونك انا غادي تكون 2.5 لتر هذا هو الفوليوم ديال السيت صافي. دونك انا هاد 25% وهاد 35% هما لي بيغ صافي ولكن 25% ماشي ديال اكس ماشي ديال السيت ديال اكس. دونك 25% ديال اكس دونك 1 على 4 25% 1 على 4 ديال اكس انا خصني البورسونتاج ديالها من السيت صافي. هذا هو القالب ديال هادشي كامل صافي. دونك لي بورسونتاج راهم شي حاجه اللي نسبيه صافي. دونك فاش نقول 25% غتستناني نزيد نكمل ديالها واش ديال اكس واش ديال زد واش ديال ايكغيك واش ديال فهمتي. دونك اي حاجه تسياك تبدل مع الرقم. دونك 25% ديال اكس ماشي هي ديال زد صافي. دونك هادشي علاش غنقلب على 25% شحال كتساوي زد صافي. دونك باش ندوز دونك انا هنا باش ندوز من هنا لهنا خصني العلاقه ما بين زد و اكس صافي. دونك غادي نشوف شحال كتشكل اكس بارابور لزد صافي. دونك انا عندي هنايا غادي نريزوني باينه بالفوليوم صافي. دونك هنايا عندي انا 2.5 وهنايا 1 لتر. دونك الى قصدت انا 1 سيو 2.5 شحال غادي يعطيني. دونك هنا باش ما تعقدوش الحساب كاين اللي غادي يمشي يسطا القسمه ويدير حساب راه باينه هادي. دونك 2.5 هي 5 على 2 دونك مقلوبه هي 2 على 5 صافي سهل يعني بلا ما تحس. ولكن هاد 2 على 5 ديالاش. دونك هنا خاص تركز مزيان. هنايا عندي انا 2.5 يعني 2.5 ديال زد هي اكس يعني الا فهمتي هادي فهمتي تمن كيفاش كيتخرج صافي. دونك عملت انا لتر ديال اكس على ديال زد دونك غادي تعطيني 2.5 زد كتساوي اكس صافي. دونك هادي ساهله انا كنريزوني بهاد لا ميثود وكل واحد باش كيريزوني صافي. دونك انا عندي واحد اللي هي لا توتاليتي هي 2.5 لتر هادي هي التوتال. دونك الكيف كامل فاش كنخلط العصير 2.5 انا خصني بورسونتاج غير ديال اكس دونك 1 لتر اللي هي نفسها لا هنا دونك 1 لتر 1 لتر صافي ديال اكس شحال كتساوي التوتاليتي. دونك 1 فوا 1 هي 1 سور 2.5 اللي هي 2.5 اللي هي ولكن نتوما زعما نهار الامتحان فاش تكونوا مزروبين دونك ريزونمون ساهل زعما غير بالوجيك. دونك كنشوف انا واحد الحاجه صغيره اللي هي اكس كنديها البورسونتاج ديالها مع واحد الحاجه كبيره اللي هي زد. دونك كنقسم واحد على اخرى دونك كنقسم الصغيره على الكبيره. دونك 1 سور 2.5 اللي عطاتني 2 على 5 صغيره من واحد. دونك شي حاجه صغيره من واحد خصني نضربها في اللي كبيره باش الا تعطيني اكس
صافي دونك هذا اللوجيك ساهل بلا ما تقعد تعقد واش نضرب في الناس ولا نضرب في السن صافي دونك هادي اونتر بارونتيز زعما بميم لوجيك عاوتاني غادي نشوف ولا خصني نلخص زعما هادشي في شيما باش يجي واضح بنفس الطريقة دونك انا قلنا دو سيج سامبل دونك نمسح هادي دونك نمسح هادي هادي هي غنعملها 2/5 صافي دونك غادي نشوف اي كغيك شحال نزيد عاوتاني بنفس الطريقة غادي نعمل واحد اللي هي صغيرة 1.5 غادي نقسمها على 2.5 شحال كتساوي دونك حتى هنايا كاين اللي غادي يمشي غادي يصطاب داك القسمة مع ليكزومبل كيكون بلا كالكوليتريس وغادي يبقى يحسب تما ما عرفش فوقاش غادي يسالي واش 3 دقائق 5 دقائق واش غيخرج صحيح ولا لا الوغ كاين شي ساهل دونك 1.5 ساهله هي 3/2 هادي خصك تكون عارفه دونك 3/2 هي 1.5 دونك هادي كامله غنقسمها على 2.5 2.5 قلنا هي 5/2 ولكن كاينه تحت دونك غادي نضرب في المقلوب ديالي دونك هادشي ديال 7 دونك هنا 5/2 لتحت دونك هنا غادي تولي 2/5 المقلوب صافي دونك مشى 2 مع 2 بقات هي 3/5 صافي دونك 3/5 ديال الزد دونك صغيرة من 1 3/5 ديال الزد كتساوي الإيكغيك صافي دونك غادي نمسح هنايا عندي واحد الخطا بسيط غير في السهل دونك هنا 2.5 يعني الزد كنضربها في 2.5 كتعطيني اكس بنفس الطريقة 2.5 يعني الزد شحال غنضربها شحال قلت 3/5 إلا بقيت عارف 3/5 باش تعطيني اكس صافي دابا الحساب ولا ساهل دونك بالنسبة لإكس غادي نبدا بالتيري الاولى بالنسبه لاكس دونك هنايا باش ندوز للبيو من هنا لهنا 25% اللي هي 1/4 دونك 1/4 وهنايا 2/5 صافي دونك النسبه ديال اكس لي بيو في الزد يعني بارابور للزد جوج نقط غادي نعمل هي 1/4 ديال البورسنتاج اللي هي 25% غنضربها في 2/5 ديال الزد دونك هادي غادي تعطيني البورسونتاج ديال اكس بيو في الحوض كامل صافي دونك هاد جوج هادي تختزل مع هاديك التحتانية غادي تبقى لي فوق واحد على غتبقى لي هنا 1/5 هي 10 1/10 هي 1/100 هي 10/100 هي 10% صافي دونك 10% ديال الزد راها باكس بيو دابا غنشوف هنا البورسونتاج ديال ايكغيك عفوا ديال ايكغيك لي بيو في الحوض الزد صافي دونك عندي هنا 3.5 3/5 غادي نضربها في البورسونتاج اللي هي 35% دونك هنايا لقيناها سهله 25% و 1/4 هنايا 35% دونك نقدر نعمل 0.35 الحقيقه خصني نضربها في 3 وغادي نقسمها على 5 الحساب بالسبب غادي نسول دونك هذه نصيحه اي حاجه تشوفوها بالفاصله باش تسهل الحساب اقلب لي ما الكاسب صافي دونك ساهل هنا عندي هنا 0.35 هاد الميثود ديما بقا تخدموها 0.35 انا خصني نكتبها على شكل كاسب دونك هنايا هادي على هادي صافي دونك هادي غادي نفكا دو تال سورت الارقام اللي ساهلين يتكتبوا بالكاسب مثلا 0.35 هي 0.25 زائد 0.1 ديك ساهله دونك هادي هي 1/4 وهذه هي 1/10 صافي دونك غادي نعمل المجموع ديالو دونك المقام واحد اللي هو 20 هذه ضربتها في 5 دونك 5 زائد هذه ضربتها في 2 هي 7 20 ببساطة دونك 0.35 غنعوضها ب 7/20 صافي دونك 7/20 باش نسهل الحساب عاوتاني كتفعد ما تخرجها في 5 دقائق تخرجها في دقيقة ولا جوج دقائق راه حتى هذيك كتلعب دور في الامتحان حتى الوقت كيلعب دور وكتخرجها بلا اخطاء عاوتاني صافي دونك 7/3 هي 21 وهنايا 5/20 هي 100 يا خرجت نعنيش هي 21% صافي دونك هذه 21% ديال الزد دونك رجعتها بارابول للزد
دونك 21% ديال الزيت راه بيور ديال ايكغيك و 10% ديال الزيت راه بيور ديال اكس. دونك يكفي انني نجمع هذاك لي دو بورسونتاج. دونك 10% زائد 21% كتعطيني 31%. اللي هي الجواب ديالي كنأنكادر اللي هو لو شوا سي. صافي وصلنا للنهاية ديال هاد الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي يكون مزيد من البارطاج ديال الفيديوهات في الايام القليله القادمه ان شاء الله بحول الله. دونك بالنسبه للاسئله ديال الثقافه العامه راكم تحطيتو العام اللي فات في الستوري ديالي ديال الانستغرام وتعاودوا. دونك هادوك اللي تحطوا في الكونكور ديال 2021 تعاودوا، يعني كانوا ديجا حطيتهم في الستوري. صافي دونك لي كيسيون ديال الثقافه العامه حتى هما كيتعاودوا بزاف. كنت حاطط تقريبا شي 20 كاسيون جمعتهم بزاف ديال لي زيشونسيون حطيتهم، ومنهم تحطوا لي كاسيون ديال كولتور جينيرال. دونك باش نسهلوا الخدمه هاد العام ان شاء الله كاين باج انستغرام ديال لاشين بوعلي اكاديمي. دونك انستغرام بوعلي اكاديمي غادي تدخلوا ان شاء الله. لي انتريسي تابوني معنا فيها، غادي نبقى نحط لكم ان شاء الله لي كاسيون ديال كولتور جينيرال. دونك غنحاول نجمعهم لكم كاملين ونحطهم لكم في ستوري. دونك تابوناو عندنا ان شاء الله باش يوصل لكم هاد لي كيسيون. بالنسبه للتتمه ديال الكونكور هذا ان شاء الله غادي نكمل معكم فيديو القادم ان شاء الله. وما بقاش شي حاجه بزاف زعما ديال الخدمه، دونك غنحاول نخدم معكم داكشي اللي باقي ما تخدمش العام اللي فات، ونعاود نركز على شي حوايج اللي كيتعاودوا بزاف. ولا عندكم شي كيسيون على اي لعيبه فحطيتها سواء حطيتها في الفيديو هنايا سواء لقيتوها في شي كونكور ابار وما فهمتوهاش، دونك تقدروا تحطوها في ميساج في الباس انستغرام ديالنا بوعلي اكاديمي، وغادي نجاوبكم ان شاء الله فاش نكون ديسپونيبل. من هنا لتما تبقاو بخير ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادمه بحول الله.